حابين نعرف المشاهدين والمستمعين ما هو تحدي الفجر في هذه النسخة؟ نعم، تحدي الفجر هذه النسخة الثالثة. النسخة الأولى كانت في سبتمبر، طبعا كان الوقت حر ورطوبة، ومع ذلك الحمد لله استقطبنا تقريبا 200 متسابق. النسخة الثانية صارت في أكتوبر، شوية أبرد، واستقطبنا حوالي 700 متسابق. ما شاء الله. ودائما طبعا بعد صلاة الفجر. فالحين النسخة الثالثة هي الأصعب، لأن ما شاء الله شوي الجو الجو زان، وكثير من الأحداث قاعدة تصير، سباقات في نفس الوقت. يعني مثلا احنا المفروض كنا نسويه يوم الجمعة، سوينا يوم السبت، لأن في على الأقل 3 سباقات بتصير في أسباير وفي كتارة، فاضطرينا نسوي يوم السبت، ومع ذلك في بعد أحداث ثانية، أحداث رياضية إن شاء الله. إيش معنى اختيار الفجر؟ يعني والله الفجر لأنه يعني أحلى وقت للرياضة صراحة. يعني الفجر أنا وجهة نظري، يعني إذا الإنسان يقوم صلاة الفجر وعقبها يروح يلعب رياضة، يصير عنده يوم طويل وما ينقطع. لأن إحنا مشكلتنا إن مثلا كثير من الناس يتكاسلون يلعبون رياضة، مثلا في نص عقب الدوام يقول لك أنا جاي تعبان من الدوام، بعد تبيني أروح ألعب رياضة وذي، أو مثلا يروحون عقب ما خلاص يقيلون وذي، يروح مثلا بالليل أو المغرب. أنا وجهة نظري إن المغرب وبالليل المفروض إن خلاص الجسم يعني يرتاح. إيه بالضبط، يعني مع بداية اليوم تصلي الفجر وتطلع تسوي رياضة. بالضبط هذه هي، ويكون يومك يعني مليء بالحيوية، لأن أنت خلاص أنت لعبت رياضة ونشط نفسك ومستعد للنشاط اليومي. نعم سبحان الله يا أبو هاشم، يعني والصبح إذا تنفس يعني صحيح. تحس إن الصبح الجو غير صحيح. وحتى طريقة التنفس غير. بس عندي سؤال. نعم. اخترتوا الفجر وفعلا الوقت جدا مناسب. نعم. ولكن ليش تم اختيار تلال كتارة لهذا التحدي وليس مكان آخر من نعم. الدولة؟ طبعا احنا تدرين بلادنا يعني فلات كلها مسطحة، ما عدا يمكن في أماكن معينة مثل تخان، المناطق هذه فيها شوي مرتفعات ولازم الواحد يتعنى على اساس انه مثلا يتمرن هناك. لكن تلال كتارة جزاهم الله خير، يعني الحكومه ما قصرت، سووا لنا تلال كانها طبيعيه، يعني كانك انت مسافره برا. فالتحدي احنا فعلا مسوينا تحدي تلال كتارة او تحدي الفجر على تلال كتارة، لان احنا مو متعودين. يعني عاده احنا نركض في اماكن مسطحه مثل الكورنيش او اي مكان ثاني فلات. حتى الشباب اللي مثلا يركضون ماراثونات وكذا، لما شاركوا في التحدي الأول والثاني قالوا لا في فرق، لأن الجهد اللي يعني تبذله في التحدي ذي في المرتفعات مختلف تماما عن الجهد العادي.